يعني كنا عم نحكي الصبح انا وياك عن احتقان الانف وعن السيلان ميسان وايضا العطاس، هي مانا انه بس اعراض بتكون كورونا، احيانا بتكون اعراض نزلات برديه تسمى في اغلب الاحيان حساسيه الربيع او الحساسيه الموسميه او التهاب الانف. يعني سالي هي المشكلات بيعاني منها الكبار والصغار، وكثير بنلاحظها موجوده عند الاطفال باعمار مختلفه، من هن وصغار كثير حتى بيكبروا بالمدارس، بتلاقي الاهل كثير متوترين انه اهلي ابني دائما عم يعطس، ابني دائما عم يسعل، يا ترى هل هو مقرب، يا ترى هل هو مرشح، او هو الموضوع موضوع حساسية. لحنا نتعرف على هذا الموضوع معنا الدكتور محمد وائل شحاده، ماجستير بامراض الاطفال والرضع وحديث الولاده. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحكم، اهلا وسهلا. يسعد صباحك دكتور وائل. يعني دائما نحن مواضيعنا هيك بتكون حساسة بالنسبة للأم، لأنه الأم هي أكثر ارتباط بالطفل. ف يعني دائما بنشوف أطفال من أول ما بيخلقوا عندهم حساسية أو عندهم سعلة دائمة أو نتيجة وجودهم بمكان رطوبة. خلينا نحكي أول شيء نعرف شو هي الحساسية بشكل عام وحساسية الربيع بشكل عام. تماما. هلا وجود حساسيه عند الام او الاب، يعني هي احد الطرفين، فانا لازم خليني اتوقع انه ابني حيكون عنده يعني طرف من الحساسيه مهما كانت نوعيته قليله او كثيره. مجرد وجود حساسيه عند الاب او الام فهذا الشيء حيأهبل الولد للتحسس. نحن موضوع انه تحسس الاطفال قبل عمر السنتين ما كثير ممكن نلاحظ عليه، لانه بالسنتين نحن هون ممكن نشوف السعال التحسسي الواضح. قبل السنتين طبعا انه ممكن نلاحظ انه ابني عم يصير عنده طفح جلدي مثلا نتيجه حليب، او نتيجه بعد ما دخلنا اكل معين بلش يزيد طفح عند الطفل، او وزمات بالاشفان او بالايدين او بالرجلين، وهذا الشيء ممكن يخليني اتوقع انه الطفل عنده نوع من التحسس. من بعد السنتين طبعا بتبلش عمليات تحسس مختلفه، من التهاب اشفان، من التهاب انف تحسسي، بالاضافه للوزيز الصدري بسموه نحن طفل الوزاز. بنلاقي الطفل دائما بصغيات صدر عنده وزيز، هو بيوجهني اكثر لموضوع تحسس. طبعا الام هي اكثر، مثل ما تفضلتي انه هي اكثر شخص حيعاني من موضوع الحساسيه، لانه هي بقى بدها تبعد كل شيء عوامل محسسه عن البيت، نطلع الدخان لبرا، نطلع الغبره لبرا، دائما نعرض طفلنا للشمس ومن بعده عن اماكن الرطوبه العاليه. طيب شو الفرق؟ حكينا عن موضوع الحساسيه انه بيقدروا يعرفوا الاهل بعمر معين انه في تاهب عند طفلهم للحساسيه، كيف بيقدروا يعرفوا نوع الحساسيه الموجوده عند طفلهم؟ وهل هي الحساسيه يعني متغيره، ممكن تنتقل، ممكن تكون جلديه فيما بعد تصير صدريه، تصير انفيه او غيرها؟ تماما. هلا شو هو العامل المحسس؟ نحن باعمار متقدمه نوعا ما ممكن نعمل اختبارات تحسس للطفل، بنجيب اكثر 20 ماده محسسه تحقن تحت الجلد بحيث نشوف شو هو العامل المؤرج او المحسس. بس هون الفكره انا ترى فيني بعده عن العامل المحسس ولا ما فيني، يعني ان كان العدة المنزلي او غبار الطلع انا غالبا ما حاحسن كثير اني اتفاداهم. اشكال التحسس مختلفه، ممكن تكون عباره عن التهاب انف تحسسي، ممكن يكون التهاب ملتحمه، ممكن عطاس، ممكن دماع او سيلان انف، ممكن تحسس جلدي، فاشكال التحسس مختلفه، ممكن نشوفها بكل انواع، ممكن نشوف نوع واحد معزول فقط عند الشخص، عند الطفل واحد. نفسه. تماما. تمام. بالنسبه لحساسيه الربيع، هلا حساسيه الربيع نحن هلا بهي اول موسم، غالبيه او سببها هي غبار الطلع، يعني الاطفال بتروح على الجناين او اي منتزهات بنلاحظ بلش السعال والعطاس وسيلان الانف، فهذا بيأهبني اكثر لموضوع انه في عندي حساسيه موسميه. هون ممكن تعطى حقن مديده بتحمي شوي من النوب بالربيع باول الفصل مشان اتفادى هذا الموضوع، او بعض الادويه الوقائيه بحيث خفف النوب. يعني بدل ما تجي نوبه بالشهر ممكن تصير نوبه كل 3 شهور او 4 شهور. نعم. دكتور ايضا الاهل لازم يكونوا شوي حريصين على التعامل مع الطفل في حال كان عنده نقطه ضعف اللي هي الحساسيه، خاصه المدخنات يلي بنشوفها دائما عم يدخنوا، ما يعني الطفل موجود او احيانا بيكونوا فوق راسه، فقديش لازم الام تكون كثير حريصه على هذا الموضوع؟ هلا وجود طفل تحسسي بالبيت فانا اكيد الدخان هذا يعتبر من المحرمات، يعني قدام الطفل غالبا نحن اذا اضطرينا ندخن فممكن ندخن بغرفه ثانيه او برا البيت حتى. نحن دائما لازم نكون حريصين انه الادويه مضادات التحسس يكون عندي اياها بالبيت، يعني
ممكن تجيني نوبة تحسس بأي لحظة بالليل بالنهار، ممكن أيام عطال، هذا الشيء حيلبكني حيخليني ما أعرف شو بدي ساوي. تمام. فالأدوية التحسسية من البخاخات من الأطرات الأنفية لازم تكون موجودة ضمن المنزل. طيب وقت حكينا عن الحساسية العادية وعن حساسية الربيع، الفرق بيناتهم هلأ هي حساسية الربيع هل هي مؤقتة وممكن نلاحظها عند عدد أكبر من الأطفال من اللي عندهم أنواع من الحساسية الدائمة والمزمنة؟ هلأ حساسية الربيع الأطفال اللي عندهم قهبة تحسسية حنلاحظها عنده أكثر بكثير من أي شخص ثاني. يعني عنده تربة تحسسية حيعاني من حساسية الربيع بشكل أو بآخر. الطفل العادي اللي ما عنده شيء مشاكل ممكن يعاني من حساسية الربيع لدرجة محددة إنه بس التهاب ملتحمة زكام بسيط وحيتعافى بشكل روتيني وتكون مدته قليلة. دائما التعافي بيكون مرتبط بالأدوية فقط؟ لا بصراحة نحن دائما بنشجع ما يكون في استعمال أي نوع من الأدوية خصوصا عند الأطفال يعني الا الحالات الشديده. يعني الحالات الشديده ممكن نضطر للحقن او للادويه الفمويه حسب شده الحاله. في ادويه فمويه تعطى وقائيا لانه هو بالتحسس، ممكن نعتمد عليها بمواسم معينه. بس برجع بقول لك اذا انا ما كان فيني اتفادى العامل المحسس بيكون كثير منيح. نعم، يعني تفادي العوامل المحسسة هي فينا نقول من الإجراءات الوقائية لعدم مثلا يصير في خطورة عند الطفل وخاصة بالنوبات التحسسية. خلينا أيضا ننتقل، مو دائما يعني نحن فينا نحكم أنه هذا الطفل معه مثلا ربو تحسسي مدى الحياة أو معه حساسية مدى الحياة. أحيانا نرجع منقول البيئة اللي عايش فيها، الطبيعة اللي عايش فيها، وأيضا كمان مثل هلا هذا الطقس كله حساسية. يعني الأم مثل هذا الطقس بتخاف على ابنها، بتقول انه بلش يصعل، معناتها صابه ربو، معناتها معه شيء. قد ايه كمان مهم انه نحن العوامل الخارجيه او الفصول اللي نحن عم نمر فيها نحطها كقصه، يعني انه ممكن ناخذها بعين الاعتبار. تمام. هلا انا مثلا وقت بكون عندي اسعال الطفل ضمن الشتاء، ضمن الشتاء غالب الاسباب هو الفيروسات التنفسيه العاديه طب موجوده بسبب الزكام معناتها، فهذا ما هو ربو. يعني يكون عندي التهاب قصبات شعريه ضمن الشتاء، طفل سعل ضمن الشتاء، فهذا الشيء سببه فيروس، ما هو مشكلته تحسسيه. موضوع انه يطلق عليه ربو الاطفال او بسموه طرف الربو بالعوام، ربو الاطفال اول شيء بتقول كلمه ربو، الربو مرض لا يشفى. يعني ربو مرض مزمن، انا وقت بكون في بقول في ربو معناته الربو بده يضل على البخاخات او مساعد قصبيه مدى الحياه بدرجه او باخرى. اللي عم ينصاف هو عند الاطفال هو التهاب القصبات التحسسي. معظمهم هدول عند البلوغ بنلاقيهم بلشوا يطيبوا، بلشوا يتعافوا، كانوا يعتمدوا على جهازات اجهزه الارزاز او البخاخات وبلشوا يستغنوا عنها. يعني في فرق بيناتهم كثير بين ربو والتهاب القصبات التحسسي. في لغط عم يصير انه نحن ربو الاطفال. هل انا ابني اللي ضاع بخاخات مدى الحياه؟ هل هو بحاجه جهاز ارزاز مدى الحياه؟ معظم الاطفال عند البلوغ ما بيحتاجوها. طبيا كيف بيقدروا يفرقوا بينات الاهل يعني لهذا الموضوع، انه بين موضوع انه هو ربو او التهاب قصبات تحسسي، كيف تماما بيقدروا يفرقوا بيناتهم؟ لهون الموضوع انه صراحه الاهل يحسوا يميزوا الاهل بالتعاون مع الاطباء. تمام. انه يراجعوا طبيبهم. التهاب القصبات الشعريه اول شيء الموسم، يعني انا ابني مثلا عم يرشح بالشتاء بموسم التحسس ما في شيء. تمام. فهو اللي معه ربو اطفال المفروض بهذا الموسم يبلش الاعراض عنده. اما بالشتاء يمكن نتيجه الجراثيم اللي عم يتعرض لها. تمام. الشتويه فكل الفيروسات التنفسيه بتعمل التهاب قصبات شعريه. وكل الاولاد عم تسعد، فالطفل اللي بيسعد بالشتاء وبيطيب بالصيف او بالربيع هذا ما هو ربو اطفال. تمام. الفكره انه انا اذا ابني اخذ ارزاز فهو حيضل معتمد عليه مدى الحياه، هذا مو صحيح. بس مرضى الربويين ميزوا ان يعكوسيه على الارزاز، يعني وقت برز الولد بلاقي تحسن باصغاء الصدر مباشر تقريبا بعد جلسه الارزاز. فالشخص اللي معتمد الطفل اللي بيعتمد على الارزازات هذا نحن نسميه انه عفوا فكره روح. الارزازات يعني مو مفهومه يمكن بتكون بالنسبه للجميع. في عالم وقت بيقولوا مثل ما قلت حضرتك انه عم ياخذ ارزاز كله بيروح براسه على الكورتيزونات وبيروح انه على الادويه يمكن الكثير سيئه على الطفل. هي هي دائما كورتيزونات هي الارزازات بتكون او ممكن في ارزازات بتكون فيها مي وملح هي يمكن لحتى تساعد على التقشيع او غيرها من الامور. تمام. احنا كثير بيراجعونا صراحه اطفال بعياداتنا، انا كثير بستعمل ارزاز السيروم الملحي يعني احيانا الرز بدون ماده دوائيه. مجرد ارزاز السيروم الملح او هي استنشاق الملح والمي والملح فهي كثير بتساعد بفتح الانف. تمام. الاطفال الصغار ما بيعرفوا يستنشقوا ولا بيعرفوا انه مثلا يعزلوا الانف عندهم، فنحن كثير بنعتمد على نعلم الام على سحب المفرزات
وبنفس الوقت الارزاز لو كان سيروم منحي يعني هون الطفل لا حيتعود على الدواء ولا حيعتمد عليه مدى الحياه. صحيح. تمام. المواد الدوائيه مو هي دائما كورتيزونات، نحن عندنا مواد موسعه الاصابات هي غالبا هي الماده الدوائيه المستعمله. دكتور قبل ما نختم مع حضرتك سؤال صغير بس هيك باختصار لكل مشاهدينا، وباء كورونا الموجه الثالثه، احتماليه اصابه الاطفال بفيروس كورونا بهيدي الموجه، وهل الاطفال اللي هن عندهم ربو اكثر عرضه ولا لا الاصابه ممكن تكون متساويه للشمل؟ طبعا هلا صراحه الاطفال اللي عندهم اصابات بالربو هن الاصابه عنده حتكون اشد من غيره، لانه هي مثل ما حكينا سابقا الكورونا بتفعل الجهاز المناعي. تمام. فاللي عنده ربو هو اساسا جهازه التنفسي فيه مشكله، فاكيد اصابته حتكون اشد، بس انه هو معرض اكثر من غيره. نعم. لا هو معرض مثله مثل غيره بصراحه. تماما. والموجه الثالثه عم تصيب الاطفال والكبار، يعني بصراحه هو ما عاد صار في تمييز ما بين الطفل او البالغ. صح. فبنتمنى السلامه للجميع ونرجع الاكل على الاجراءات الوقائيه، يعني نحمي نفسنا ونحمي اطفالنا ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. بدنا نشكرك كثير دكتور للمعلومات اللي قدمت لنا اياها، نتمنى من كل الاشخاص فعلا انه يكونوا منتبهين على صحه اطفالهم وما ياخذوها باستهانه، لا ان كانت تحسسي او ان كان بما يخص الاجراءات بفيروس كورونا. شكرا كثير لك دكتور. ميدا اهلا وسهلا. شكرا لك دكتور وائل، اكيد ان شاء الله هيك يكونوا قدروا واستفادوا من المعلومات اللي قدمناها.